كراو والذي بفعلوا كذا كذا تفتشتوا والد قالوا نشتي والد أزرق قلتوا كذا كذا بني رجل أزرق هذا قال الشيخ محمود شلتون شيخ الأزهر هو زنا في إطار ثاني بس زنا لكن قول أبو لشي ثاني إذا شلت زوج إذا شك زوج في زوجتك عندها زنت وأن ابنها من ليس ابنه فذهب بهذا الابن ليحل الدم ما يعملش ما يعملش ما يعملش ما بش شريعة هذا التحليل أبدا هل إذا قررت إبراء بالزنة فهل يجب على القاضي أن يسألها ما زنى بها حتى يقام عليه على حد أم لا يلزم ما يبلش قالت على ذلك قلنا بسم الله نجلته أما إذا قالت بفلان ابن فلان وجاء فلان ابن فلان هذا وقال عرضي بالشبوبة قالت هذا تقول لها اتي شهود بالك الشهود نجلتها جلد القتل وبعدها جلد فمن تريد أن هذا تعترف تعترف ولا تقولش من هو الشخص لا لو في بعض الأحوال أتتني لنا الشخص الطيب الذي كان يراقب عليها ويلها عن المنكر وأما العاشق حكى في أطلع علي أنه ستبتع به هيا هكذا فمن تريد أن هذا وأيضا من يريد أن يعترف فيقول زنيت لا يقولش بفلان لا بفلان إذا بلغها وجدت تقول أنت الشهود باب الشهود أن يجلده الجلد كذلك فلا ينبغي لأنه عرض الناس هذا لأنه المرأة هذا ربما قد كانت تنهى على المنكر أو تراقبه فضحى به في هذا على ما يقولوا عصفور حجر عصفوري هذا يحافظ على عشيقته وفي نفس الوقت بذي غلط في المرأة الثانية الحكم القاضي يعني يسأل الزاني من زنى به الجواب والله الموفق للصواب هذا السؤال تقدم قبل دقيقة ونص دقيقة وجوبت عليه قبل دقيقة وقلت من يريد أن يعترف أن يعترف سواء رجله براه لا يعين الطرف الثاني ومن أرادت أن تعترف ويعلم الله أن حسن لأن أعراض الناس غير مباحة ربما وأنه يريد أن يكيد الشخص الآخر الذي كان يوعظه ويريد أن يرفق بالزوجة الذي عشقها مثل ما اليهودي الذي كان يتي راسه ويده لأجل شمعة لا يضرها أشكال هيا ظهر لك هو هذا اليوم هذا مع أنه قد شردوا عليها أن يكون نفس الصلايهم قالوا ما بنفس الصلايهم فوخرنا هذا وبسرت أما لو باقي تبسرت على الله كيف تفعل قال هذا العلف في حلق ما العلف في جلد البرأة وهي واقفة والرجل عادكم مستوج بالتغا وسط الشارع هذا سؤال الطابع قلنا لهم قال الفقهاء أن الرجل إذا جلد يمتو وأما المرأة فهي عورة فنسترها بنرجمها يعني نجلتها وهي قائمة نجلنا العصي من عند رقبتها وبننزل ومنزل لا عند رجلها ونترك الرأس والوجه هذا ودرحلها الفقهاء قالوا لأن عورة أما عاد كل شيء يمتت على الشارع فلا ويشتوا مني أقول ما هي العلة العلماء قالوا المرأة عورة أيهما أستل للمرأة حين تقف ويجلدوها من عند رقبتها إلى نازل أو لحم تبتدوها قلتكم الله هذا والله بعضهم ما بلا ما بلا تعريضات تعريضات قبضي علي منكم ما بيقع في لي ما بيقع في لي بإنكم نعم 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 لا قتم رحات جاي كيف يمكن الجمع بين وجوب الأربعة الشهود وحديث سعد بن عبادة أنه ذكر رسول الله وقع الرجل الضعيف المختج على الأمه ولم يضرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهود وقال هذا أضرب حتي يمكن أن سعد بن عبادة تسطر لأنه سيد الخزرج والشهود الآخرين معه لكن هو الذي ترأس الجلسة الذي جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيدوش البعثات هذا هو أبني علي كم عاد ما في عمري؟ كم في عمري المدرسي؟ أنا قد كنت في مجلس الشورى
وبعدها بيقول واحد اتصل بيقول ما بفعل هذا اليوم. قلنا في مجلس الشورى وبقي 25 ساعة لازم يعلنوا المجلس الجديد، وبجرد ما يعلنوا هذا فبقي من عمري البرلماني 25 ساعة، وهذا كم عمر 25 دقيقة أو كم؟ ربع ساعة 15 دقيقة. سمعنا فتاكم الراديو في شهر كلمة سيدنا هذا المقصود ترى هو الشيخ بقبل الذي في صعد، فهل المقصود بالحاكم بالعالم هو الشيخ بقبل الذي في صعده؟ ما أدري، ما قصد شخص ولا شيء شخص، بس من عبد كبير هذا ما قصد، من أستطيعش أن أجوب على، ما أستطيعش أن أكون تلميذ لا عشان أجوب على هذا. واحد سأل وقال جالنا عالم بيقول لا نقولش سيدنا محمد، نقول قال النبي ولا نقول سيدنا ولا نقول صلى الله على سيدنا محمد. ألا أجبت عن بأن قلت إنكار في الصلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فاللازم أن لا نأتي بلفظة سيدنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل كيف نصلي على يا رسول الله فقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والامتثال خير من العدم. أما إذا كان خارج الصلوات وخارج الصلاة وهذا فلا مانع أن نقول قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا جمع بيتين بين هذا، ولا أدري من هو العالم ولا من هو السائل ولا شيء، جاوبنا على هكذا ولا ولا أدري أبدا. لو تريد أنه شيخ مقبل لكن هو على بيتي جاوب عليك هو، لأنني غلطتني رجل لا ينجب وتزوج بامرأة، وأنا بقول هكذا لأجل كل تخطفوا علي لا تمشي العسلة العسلة. رجل لا ينجب وتزوج بامرأة وظل فترة لا ينجب ثم تزوج بثانية وأنجبت له ثم كشف فوجد أنه قطع لا يستطيع الأنجاب، ما حكم هذا الولد؟ الشريعة على الظاهر والله يتولى السائل والولد للفراش وللعائلة الحجار الأزمة الاقتصادية. امرأة حضرت وبك ما هو الحكم؟ زانية حملت ولكن بك زانية، لأن الحلال قتل على أن البات البنوي قتلها ولو أي واسطة، وهذا مذكور في كتب البيت. هذا قرينا قبل 55 سنة. بس ليه ما قلت شيء شيء؟ تقرب ولا بقى. طب الحديد أكشاف إنه ممكن يعني بس حبلة منشبة أو حاجة ممكن يدخل. حبلات. ما أعتقد. كان ممكن يدخل حيوانات منوية إلى جسم البشر. جنر ما استخدم منشبة. أو الصحة. أو بين أقول أو الصحة. ولهذا بين أقول لكم بشريعة الله الكبير لو ما تتولي هذا. أو الصحة في ما قال لك. ما بشي هذا بذكر في كتب الفقه. قالوا يمكن ويمكن، ولكن قال أصلا ده كيف؟ يبشروا البقايا. ها؟ يبشروا البقايا. ولكن قد تدخل هكذا، ودحين في أوروبا بيعملوا هكذا. أيوه. ها بس. يبشبكم الفقهاء حتى اليمن قبل ما تجي أوروبا. يعني إذا كانت حامل لا يكفي. يصير يسألوا الأطباء، أنا بشري طبيب، كيف؟ هذه قابل حد على إمرأة قام زوجها لمدة سنة وراس. بدلا وجاء زوجها ومعها ولد ابن 3 أشهر بدلا مع العلم انه غاب عنها وهي ليست حامل، فبلعب الولد للفراش ويلحق الولد به مع امكان الوضع. وقد قلت لكم ولكنكم تنسوا ان العقد هذا ليس لاحقا، كما قال ابو حنيفه قال اذا عقدوا الواحد في امريكا في الصين وبامراه في الغرب فإنه يلحق به بمجرد العقد. وقال ابن تيمين لا بد أن يتحقق الوضع حتى يلحق به. وقال الأزهار والسيد الجرار إمكان الوضع، فإذا جاء هذا إمكان الوضع أنه جاء الغائب ورحله هذا ما دام وقد زوج به الأثر. وأيضا هل أقل الحمل 4 سنين؟ قالوا أن أقل الحمل 4 سنين. عد علماء المذهب الهادوي انه 4 سنين، وبناء عليه يمكن عدوا على سيف الزوج الاول. اذا زنى رجل بامراه وفي نفس الوقت
كرر معها الجمع مرة ثانية، هل يجلد مرة واحدة أو مرتين؟ سبق أن إحنا قلنا أن مرة واحدة لأنه إقرار واحد. إذا اعترف البيت أنه زرع عدة مرات، فهل يقول الأول جومنا عليه؟ قضية الثالث المسكين البقرة هذه قال ما حكم من لم تقر بالزنا مع وجود جنين على أنها كانت تكون حاملة؟ الحمل هذا دليل على الزنا، لأنها إذا قد كانت بك فالظاهر أنه دليل على الزنا، والله أعلم. وعدم علماء آخرين يسألوهم مش كل فوقي أنا مسكين، لا حول لي ولا قوة. إذا رأيت أنا جيت أقريت كتاب في الحديث فيما ورد فيه النصوص، وأنت قد بالدولي الفروع والحواشي والتعاليم على الحاجز والمستحيل والباب الصغير والخط النبي والعزمة الاقتصادية والتقشف، هل إذا رأينا رجل وامرأتين كافرين يفعل جريمة الزنا يقوم علي الحاد؟ أم لا، خاصة إذا كانوا الكفار إذا وصلوا إلينا نحكم عليهم، أما إذا بشريعتهم وما وصلوا إلينا ما نحاكمهم أبدا. فاليهود الذين قد كانوا وحدهم ما جاء شريعة النبي ونصل إلى النبي نجري عليهم الحد. فضيلة الشيخ ابن أنزلت وحملت وأنزلت ما فيها بطرها عمدا أسقطت، فتعتبر ذات للنفس ما ذات الجلد، هل أيضا أو الصوت العصية الرفيعة أو الصوت الرفيع ولا ينوح حدره؟ هل جلد ما هي العلة يا شيخ؟ ها؟ ما هي العلة والجلد مطلق يا آية؟ النبي مقيد ما قد كل شيء جلد ولا يتجلد، ما قد كل شيء جلد ولا ينوح حدره. الأحاديث كلها والعلماء قالوا حدره. هل جلد الرسول صلى الله عليه وسلم شعر خب؟ ومن هو أول من أجاب حد الخب؟ هذا سيأتي. عادني حانت بين الزراح من الرجال والنساء، وإذا بكم قد التوشر هذا في الأسبوع الثاني العدني بخير. خلاص عادوا، سيأتي باب الخمس، سيأتي باب القصر، سيأتي باب السرقة، سيأتي كلهن سيأتي، ما لكم عجلين. وفي المكان الثاني قد بالتولية الذي في آخره، هل يجوز تزويج رجل بإمرأة زانية؟ إذا أداري أنها زانية يحرم عليه إلا إذا تابت. إذا أداري، والقرآن يقول هكذا، لا يكح إلا زانية أو مشرك. فضيلة الشيخ ما حب الزنا بأحد محارمه كأخته وبنته وأمه وغير ذلك من المحارم. سيأتي أنه يقتل، سيأتي من حتى ألقت من جملة من ينكح محارم، سيأتي حديث، لكنكم تستعجلون. هذا سيأتي يقتل الساحر والقاتل والمرتد والذي يسب النبي والذي يسب الإله والذي يتزوج أو يزني بأحد محارمه. إذا حملت الأرملة فهل يعتبر الحمل جليل عليها ويقوم على الحد أو لا بد من اعتراف خاص بأن حملها جليل؟ هذا سبب زنت امرأة واعترفت بذلك، فهل يجوز القاضي أن يعفو عنها خاص بأنها حامل؟ ما يعفيش عنها. هل للقاضي أن يؤخره؟ نعم يؤخر، لأن النبي أخره. ما يعفي عنها، ما يعفوش في الحدود، الحق لله بشؤون القاضي. وهل يجوز القاضي أن يزوج الزانية وهي حامل؟ ماشي، لا بد أن يستبرها. لعن الله من سقى ببائه زرع غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنعره لعنة تدخل معه في قبره. لكن الزرع يا قاضي يعني هو زرعه هذا زرع غير شرعي، والولد ما يلحق شبه، والثاني يبع زرع شرعي. قلت لكم برك كم ساعة إلا ربع ما لكم بتنساه. وإذا كان هناك يا لطيف كم ذا كل الزنا، وإذا كان هناك رجل قد زنا وأقيم على الحد وعرف الناس أن هذا الرجل قد زنا وأقيم على الحد وقال له رجل آخر يا زاني فهل يعتبر قادر؟ ويقول نعم، يقول هذا قد تاب قد جلده طهرته، لأن الحدود تطهر. إذا المحصنة الملاعنة الذي لعنته زوجها وقالت وتبرد وهو تبرد، قالوا من قال لها يا زانية يعني يجرح. إذا زنى صبي بإمرأة وهو لم يبلغ الحلم، بينما المرأة قد بلغت الحلم، الصبي يعذب تأديب فقط ولا يسمى زاني،
لأنه هو مرفوع على هالقلم، لكن من باب التأديب إلا يدخل في البهرة وعادوا على الحليب. ما يعتبر أمصري زاني باب على الحال، لا يعتبر لا يعتبر لا يعتبر، لأنه غير داخل العموم الطلبي، ساهل ومجنونين كذلك الصبي. الصبي والمجنون هذا لا يدخل في الأوامر ولا في الدواهي ولا في كل شيء. قال فضيلة الشيخ شخص دخل بامرأة بيك في عملية الزنا، ماذا دم ثقف؟ ما قد زنا في عملية الزنا، هذا دم لواسي، فخاف على نفسه أن إنك عمل بها عمل لوط، فما الحكم في ذلك؟ هذا سيأتي في الواقع، سيأتي أن الله هذا يعني سواء في المرأة أو في الرجل سيأتي أحكامه، ولهذا أخرته ورجعته شارنوني قد فلت الصدر إلى الأخيرين لأن أجرى كلها. أتكلمكم قال أنا قال في التدريب وقد وجدت بالفقه بالعين إشهدان ما قال وصهري وسمعاني، فذكروا في باب اللعاء أن الزاني إذا تاب حصل التوبته لا يعود محصنا ولا يحد قادمه بعد ذلك. مالك إذا ما لا يحد قادمه بعد ذلك؟ بل إيه إذا قلتها قال يعني لك ما يحطش على القاضي ذلبه. قال اقول لك اني بقعت انا بالعروه. ايوه قال ارضه لك ما عرض العروه كتبتها حتى لو تبقى. بس لا حد قدم بعد التوبه هل وقع على الحد؟ قال لك انا هذا كتب ثاني وانا كتابي ثاني. كتابي التوبه كتب الفقه وكتب الفقه. ها؟ ها؟ الحديد. وش تكلموا على الكتاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص خلاص عد خشن. هذا هو مشروع حديد ما هو لا هذا خوتي بالحديد أعطى التوين فيه. قال أعطى حكم من شاء الخبر أن زرى ولك أدل على الاعتراف منه أنه ما تزوج على بي على أحد من ذلك. هذا آية وأتى بأولاده إلى حبي البنت وهجر، وأنت تعرفون الهجر، الهجر فلا تعترف منه وضح الهجر ويكون في الخبية عادية. شو دليل؟ يقول لا ما نقبل إلا صريح القول، وصريح القول في الشهادة والبينة العجل بهجر هذا في الأحاديث، وأنه يثبت بالعقيد وبشرط أن يكون ثور وبشرط أن يكون كذا وكذا. فآخرها استبره الذي آخر ما يشبره بعد يتحكم عقل. لقد حصل أن امرأة حملت من الزنا ولم يتضح ذلك، وأتهم الناس الأخير من عام، ثم بعد ذلك أرسلت إلى أحد المحاكم وخرج الحكم بسكوت حتى على أنها ادعت أن خصمتها وكرهت، وحكموا على صاحبها باليمين أو يتزوجها. هكذا قالوا أن المرأة إذا ادعت الإجراء قلت بأن حديث المجهول مشكل ولم يخطبها مشكلتين. قال أن حديث المجهول مشكل ولم يخطبها مشكلتين. هل الشهر أتى به الشهر؟ سنقل له شيء مختلف لأنه يشريف المرأة فما بسنة سرعي سرعي هل سرعي توقعهم بين الماء وإذا هو مشبوب ما بشبعتك هذا مشكل. ورجعت أنا كنت النبي أحسن كيف أنت هو معنا مشكلة ومع قلوا له هذا غير شهود يعني أو مشبوب ما قال شيء له ما بثبت لا أقر ولا بقر بعشو هيا بعرف بعدك كشف خلافه مشكل مشكل. ما حكم الزواج على المذهب الحنفي خاصة وقت كثر ما هو مثل بغير ولي؟ إذا المرأة بغير ولي فتسمى عد علماء المذهب الزيدي يسموا نكاح فاسد غير باطل يستمروا فيه لأجل أنه وافقوا عظمة الإمام أبو حنيفة. ما حكم من يزني وهو فاقد عقله في الخمر ومحصن على حتى أم لا؟ إلا نتين كلهم يكون كلهم يسكروا ويقولوا أنا قد كنت ساكن يجعل وقت الله. رجل زنا بل ورق ما يمشي رجل زنا بأمرأة بقت كثير الأسئلة مثل ما
قال الاسبوع الثاني رجل قد راضى بكذا رجل رجل سلام امرأة فولدت ولد والرجل اصبح له بنات من زوجته الشرعيه والمرأة الزانية تعلم عن ولدها بالزنا والولد اصبح غني فضرب الولد من الذي زنا بامه ان يزوجه بابنته فهو لا يعلم انه زنا بامه وكان هو من الزنا فهل يصح ان يتزوج بابنه من زنا بامه عند الشافعيه يجوز وعند غير لا يجوز قالوا ان الشافعي اجاز ذلك في حين بل رووا عن الامام الشافعي انه يصح ان يتزوج ولو من مائه لانه ماء نجس لا نجس عند الشافعي اذا خرج هذا الرجل يتغرب في 16 سنه او 17 سنه تلقي امراه وهو غاوي وهو يبها